يا صباح الفل عليكم، حلقة جديدة وحلوة إن شاء الله من مطبخ الحياة. إحنا داخلين على العيد، كل سنة وانتم طيبين، عيد الأضحى، هنعمل وصفات تناسب العيد وهنكون قدر الإمكان اقتصاديين، هنعمل وصفات بكميات قليلة قوي ومش هنكلفكم حاجات كتيرة إن شاء الله. أول وصفة هنعملها كفتة الحاتي. المقادير بتاعتنا 3/4 كيلو لحمة مفرومة، لحمة كندوز عادية مفرومة، ربع كيلو لحمة جملي مفرومة، وممكن تستعيدي على الكندوز بضاني بس مش هتستعملي اللية بقى ساعتها. 100 جرام لية، 100 جرام دوش مفروم، بصلاية مبشورة، بقدونس، بهارات وفلفل اسود، معلقتين نشا، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة كربوناتو، معلقة خل وسمنة. هنعمل ايه؟ اول حاجة هنجيب اللحمة كندوز. بسم الله. مع اللحمة الجملي هحط البقدونس. بصوا الدوش، الفرق بينه وبين اللية ان ما بيدوبش، اللية بتدوب لكن الدوش ما بيدوبش، بيفضل باين فيها. ادي معلقتين النشا، واحدة وادي التانية. هنيجي هنا البصلة لازم تبقى معصورة تماما، بصوا تماما، هم عصرنا بس انا هعصرها تاني عشان الكفتة ما تفكش مني، عشان بصلة صغيرة. خلاص بهاراتي، هحط ملح وفلفل، هيفضل البيكنج باودر والخل والبيكنج صودا. هعمل ايه؟ هعجن كله مع بعضه وبعدين هديها ضربه في الكبه علشان تبقى زي العجينه، يعني هي مهما عجنتها دلوقتي هتبقى كويسه وحلوه معايا، بس لما تتضرب كلها مع بعضها في الكبه هتبقى زي العجينه فعلا. اهي هاخد معلقه السمنه فيها، اهو هجيبها وبضرب الكفتة كويس. هنجيب طبق تاني، علشان تبقى قطعة واحدة. ادي بصوا تبقى كده، وبعد كده هحط بقيتها، مش هحطها كلها مرة واحدة طبعا. ضربة علشان تنعم كلها مع بعضها. هنشيل كل الحاجة بقى دي. ايوه ميرسي يا احمد. يا صباح الخير يا مروة. ازيك يا حلوة؟ عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبة قلبي. عندك كام سنة؟ عندي 19 سنة. ما شاء الله يا حبيبة قلبي، عروسة. عينيا ليك يا مروة. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي، وانت طيبه، عيد عليك يا رب يكون خير وبركه. امين يا رب علينا وعليك حبيبتي. عينيا. الو الو. ايوه معاك. محتاجه حاجه اقولها لك؟ لا لا. ميرسي يا روحي، تسلمي لي. صباحك فل يا حلوه. ميرسي يا مروه، تسلمي لي يا حبيبه قلبي. بصوا ادي كده اهو، ادي عجينه الكفته. هاجي بقى، شايفين الخل اهو، هحط البيكنج صودا
والبيكنج باودر والفوران ده شايفينه؟ ايوه هنزله، بس دي اكتر معلقه هي بس كده، وفورته قبل ما اقلبه على طول فيها علشان يخليها هشه. اوكي هاجي بقى هصبحها، والمفروض ان احنا بنشويها على الفحم. ما عندكيش فحم؟ في قدامنا طريقتين. اول طريقه ان احنا بنحط شويه سمنه في طاسه وعلى النار ونقفلها كده ونروح مدخلينها الفرن، او ندخلها الفرن على طول. خلاص طبق فيه ميه، بلي ايدك بالميه و السمنه انا حطيتها مع اللي هي فيها، بتديها طراوه جامده. ليه انا بحط بصبحها على الخشبه مش على ايدي من غير، يعني ليه بخليها مخرومه؟ علشان تستوي من جوه كويس وما تاخدش وقت في السوى، لان هي لو قعدت كتير في السوى هتنشف عشان تستوي من جوه. طب وهي على النار والسيخ جواها، ما هو السيخ اصلا بيسخن فبيخليها تستوي من جوه عشان كده تبقاش مجوفه. اهي خلاص شايفين اهي خلاص، وباجي ارصها و هدخلها الفرن. زي ما قلت لك انت ممكن تعمليها على الطاسه بره اهي، شايفين ناعمه ازاي؟ لازم تبقى ناعمه كده علشان تبقى متكوكه في بعضها. اللحمه الجملي بقى ايه فايدتها؟ هي بتديها العرق بتاعها، عارفين العرق اللي بتقطم كده معاكي ده بيجي من اللحمه الجملي. خلاص اهي الفتحه خلاص اوكي. بنرصهم، الفرن يكون سخن سخن. ليه؟ علشان تاخد صدمه ما تكشش، والا هتكش معاكي تبقى زي الكوره وتبقى صغيره. سخني الفرن قوي لاعلى درجه، وبعدين وانت بتدخليها نزليه ل 180 بس او ل 200 مثلا، بس يكون من الاول سخن جدا علشان تتصدم بالحراره زي الكوكيز كده ما تفرش، دي عشان ما تكشش. خلاص هروح بقى دلوقتي الفاصل، هدخلها الفرن واروح لفاصل. هنحطها في الفرن، هنحطها في الفرن في النص عادي، وزي ما قلت لك لو مش عايزه تحطيها في الفرن ممكن تديها صدمه الاول على النار في طاسه على النار في شويه سمنه وتكملي سواها. مين معانا؟ يا معاذ صباحك فل. الو الو ايوه معاذ ايوه الو الو قطع، حاول تكلمنا تاني معلش قطع من عندك. هطلع لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا.